الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اهدنا صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم وبارك عليه يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد ما لها في الأفق نور كوكب Yeah.
عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي خصوصا
الذي تكرم به المنان
وما أعظم هذا الفضل الذي مرز من أمر الإنسان سورة كاملة وأنا في أجل محمود فما ترد وجودها أكنام الوجود وبرزت بود العالم بطراز نبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك وسلم وبارك عليه وعلى اله تجاءه في علم قدسه الواسع تجليا قدوه بشير فضله في القريب والشاسع فله الحمد الذي لا تم اسراره بتعداد ولا يمل تكراره بكثره ترداد حيث امرز من عالم الامكان سوره هذا الانسان ليتشرف بوجوه استقال مدى النشر اسراره في الاكوان فما من سر تصله قرب منير الا من ثواب فضل الله على هذا العجيب يا لقلب سروره قد طال بحبيب أم الآمن ولا إلا ما شرف الوجود بنور ومر القلب بهجة وجمالا وترق بالحسن أعلى مقام وتلا في مجد وتعالى لا حالة غير في مجد لا تبشرا فمن يجيع الضلالة وهو من موقع مما قدرت لبعدهم في شؤونه وكمالا فسبحان الذي ابرز من عبرة الامتنان ما يعجز عن نصف اللسان ويحار في تأمل معاني الجنان انتشر من في عالم البدون نور ومن الوجود للخلق نور فتبارك الله من الله كريم بشرت اياته بذكر الحكيم ببشاره لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فما فاجد هذه البشاره وتلقاها بقلب سليم فقد هدي الى صراط مستقيم اللهم صل وسلم وفق الصلاه وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه واشهد ان لا اله الا هو دون شريك شهاده تعرف اللسان عما تضمن الجنان من التصديق بها والايمان تهبط بها في صدور الايمان قاعده وتلوى لان يكن من سر ذلك الايمان والتشريك شاهده واشهد ان سيدنا محمد عم صديق في قوله وفعله والمبلغ لله ما امره بتبليغ خلقه وفرده ونفله عبد ارسل الله العالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرساله وادى الامانه وادوا من الامه بشرا كثيرا فكان في ظلمه الجنس المسلمين سراجا وقمرا منيرا فما اعظمها من منه ذكر الله بها البشر وما اوسعها من نعمه انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجرها وزد تحية أوسعها على هذا العبد الذي وفى الحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام حق الرومية في مرض الخدمة لله واقبل عليه وعلى الإقبال صلاة يتصل بها روح المصلي عليه فينبسط في قلبه نور سلطانه من حبه ويكتب النيام عناية الله في نجمه وعلى آل وصحبه الذي اتقوا صلاة المجر بكربك وتفيأوا من الأشرف الأسنيه لهدي الحب ما أعظ الأقوال بنشر قرار النسيم اللهم صل وسلم وصحبه الصلاة اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله أما بعد فلما
كما تعالى كثير جدوى في العلم القديم بدون اسرع التخصيص البشر الكريم بالتقديم والتكريم ما فادت القدرة الباهرة رب النعمة الواسعة والمنة الغامرة فهو قد بيدت التسوية في العالم المدرك الكبير عن جنة وشهد من العين حامل نشر الكمال المطلق وحسن التام والزين فتنكر ذلك الجمال في الأسباب الكريمة والبطون فما من صلب ضمة إلا تمت عليه من الله النعمة فهو القمر التام الذي يتنكر في بروجه ليتشرف بموضع الاستقرار وموضع خروجه وقد قدر أقدر نزلت ابن قدر ودار من سر هذا النور ما أنذرت وخصصت به من خصصت فكان مستقر في الأسباب الفاخرة وحد الشرف الطائرة حتى برز في عالم الشهادة متاك البشر ونورا حير الأفكار دوره وبهر فتعلنا كلمة الرقي من هذه الحروف بأن يركب في هذا القرقاس ما هو لديهم عجائب ذلك النور معروف فإن كانت رأس في بغش من الشارع صافي ذلك الموصوف تشويق للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعمقين بهذا النور المبين وإلا فإن تعرف الأقلام شؤون خير الأنام ولكن زليل تدين ما حفظت من أشرف المخلوقين وما أكرم الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين وبقيت رأيته في الكون مشهورة العالم من أيام وشهور وسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولعيد التشوق إلى سمع الصوف العظيمة ولأن الله ينفع بالمتكلم والسامع فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم اللهم صل وسلم اشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وقد آمر الجمع يخذ ما حركت فيه الأنامل مما استفاد الفهم صفة هذا العبد المحبوب الكامل وشمائل أحسن الشمائل وهنا حسن أن تجتمع تلون الفشل هذا الحبيب من أخبار وآثار يتشرف بكتابة القول والكتاب والنزل في حدائق الأسماع والأبصار وقد بلغنا في الحديث المشهورة أن أول شأن خلق الله والمدع في هذه السورة فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم وقد أخرج عبد الرزاق بن سنة عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وإني أخبرني عن أول شيء خلق الله قبل الأشياء قال يا جبر إن الله خلق للأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نورك وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول نبي في الخلق وأخر في المرض ولم تعد الرواية بأنه أول خلق وجودا وأشرفه مولودا ولما تلد سعادة العبادية من حياة الرحمية اختصت من شاءت البرية بكمال الخصوصية فاستبعد هذا النور المبين أسود ربنا وشهادة من العالمين فتنقل هذا المسلم آدم ونوح وإبراهيم حتى زاد العلم القديم إلى من فصل تكنبي الكريم عبد الذي عبد المطلوب الكبير العظيم وابنة ابن خالد آمنة السيدة ابن كلمة آمنة فاطلق سلب عبد الله فالك لا مكرها فدمت عشاها بمعونة لما فاضت على أكياد الدرة وصونها فعملت ابنة معودة لأن الخفيف لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا حتى مر الشهر بعد شهر من حلي وقربت برز العلم شهدت لتمزت على آل هذا العلم فيك تفني وتنتشر في آثار مجده السمين.
كراما عليه وأنبرا تلك الرما صلاة الله على الأمان شفيع الخلق به يوم القيامة صلاة Amen.
القربى والولى الحبيب أعد السماوات والأرض ونعم فينا بالترحيب وأمطار الجن الإلهي على أهل الوجود أثير وأنزلة الملائكة بتبشير على أمين تعيب سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت جلال المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الذنوب نوره فرق له على من التمنى عليه النعمة من خواص الأمة أيحضر عنده متى لسلي جناب المسعود ومشاركة لا في الصفات الممدود سيد مريم وسيد آسيا ومعهما للحور العين وقسم الله له من الشعر القسمة الوافية فاتر كل ما يتمنى على خلقه جنان المولود فانفرق في الكمال من نعم امود وبرز الحامل المحمود مذعي الليل العليم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله Yeah.
ثم أخرجوا من قلبي ما أخرجوا وأودعوا في من أسرار علمي
والحكمة ما أودعوا وما أخرج الأملاك من قلبي ألا ولكنهم زادوا طولا على طولي وهو مع ذلك في قوة وثبات يتصفح من سطور القدرة الإلهية باهر الآيات فبلغ إلى مرضيات الصالحات الأفيفة ما حصل على ذات الشريفة فتخوفت عليهم من حادث دقسى ولم تدري أنه ملاحظ بالملاحظة التامة من مولاه فردته إلى أمه وهي غير سخية بفراقي ولكن لما قام معه من حسن القلب عليه وإشفاقي وهو بحمد الله في إذن المانع ومقام كرم الله صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله فكشع صلى الله عليه وسلم على الأكمل الأوصاف يحفه من الله جميل الرئاية وآمر الألطاف فكان يشد في اليوم الشباب واشتبه في شهر واظهر عليه في سدر من شرف الكمال مما يشهد له بأنه سيد ولد آدم ولا فخر ولم يزل الجموع سعوده الطامئات والكائنة اليحمي الحافظة ولأمره الطاهرات وما نفس على مريض إلا شفاه الله ولا ترجع في عزل إلا وأنزله مولاه حتى بلغ من العمر أشده ومضت له من سن الشباب والكهولة مده فجده الحمد لله بما شرفته به وحده فنزل به الروح الأمين بالبشرى من رب العالمين فطلع له لسان ذكر الحكيم شهدا وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم فكان أول ما نزل له من تلك الزهدة من جواب الحكم قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم فمعظمها من بشاد وصلت ويد الإحسان من حضرة الامتنان إلى هذا الإنسان وإذ شارع الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان ولا شك أنه صلى الله عليه وسلم الإنسان المقصود بهذا التعليم من حضرة الرحمن الرحيم الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله ثم انه بعدما نزل عليه الوحي البليغ تحمل اعباء دعوه التبليغ فدعا الخلق الى الله على بصيره فاجابه بالاذعان من كانت له بصيره منيره وهي اجابه سبقت بها الاغنيه والاقدار وتشرف بسفي إليها إما المهاجرون والأنصار وقد أغمر الله بهمة هذا الحبيب وأصحابه هذا الدين وأكبت بشدة بأسه قلوب الكافرين والملحدين فظهر على يديه من عظيم المعجزات ما يدل على أنه أشرف أهل الأرض والسماوات فمنها تكثير القليل وبر العليل وتسليم الحجر وطاعة الشجر وانشقاق القمر والإخبار بالمغيبات وحنين الجن الذي هو من خوارق العادات وشهادة الدب له الغزالة بالنبوة والرسالة إلى غير ذلك من باهر الآيات وغرائب المعجزات الذي أيده الله بها في رسالته وخصصه بها من بين بريته وقد تقدمت له قبل النبوة إنحاصات هي على نبوته ورسالته من أقوى العلامات ومع ظهورها وانتشارها سعد بها الصادقون من المؤمنين وشكي بها المكذبون من الكافرين والمنافقين وتلقاها بالتصديق والتسليم كل ذي قلب سليم Allah'a emanet olun.
وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومن الشرف الذي اختص الله به أشرف الرسول معراج إلى هبة الله بر الوصول وظهور آية الله الباهرة في ذلك المعراج وتشرف السماوات ومن فوقهن بإشراق نور ذلك الصراط. فقد عرج الحبيب صلى الله عليه وسلم ومعه الأمين جبريل إلى حضرة الملك الجليل مع التشريف والتبجيل، فما من سماء ولا جهة إلا وبادره أهلها بالترهيب والتكريم والتأهيل، وكل رسول مر عليه بشره بما عرفه من حقه عند الله وشريف منزلته لديه، حتى جاوز سبع اتباعات ووصل إلى حضرة الإتلاف نازلته من الحضرة الإلهية مغامر النفحات القربية، وواجهته بالتحيات وأكرمته بجزيل العطيات وأولده جميل الهبات ونادته بشريف التسليمات بعد أن أثنى على تلك الحجرة بالتحيات المباركات الصلوات الطيبات. فيا لها من نفحات غامرات وتجليات عاليات في حضرات باهرات تشهد فيها الذات للذات وتتلقى عواطف الرحمات وسوابغ الفيوضة بأيدي الخضوع والإخبار، رتب تسكت الأماني حسرا دونها ما وراءهن وراء. عقل الحبيب صلى الله عليه وسلم في تلك الحضرة من سرها ما عقل، واتصل من علمها بما اتصل، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى. فما هي إلا منحة خصصت بها حضرة الامتنان هذا الإنسان وأولده من عواطفها الرحيمة ما يعجز عن حمل الثقلان. وتلك مواهب لا يجسر القلم على شرح حقائقها ولا تستطيع الألسن أن تعرض عن خفي دقائقها. خصصت بها الحضرة الواسعة هذه العين الناظرة والأذن السامعة، فلا يدمع طامع في الاطلاع على مستورها والإحاطة بشهود نورها، فإنها حضرة جلت عن نظر الناظرين وربة عزت على غير سيد المرسلين. فهنيئا للحضرة المحمدية ما واجهها من عطايا الحضرة الأحادية وبلوغها إلى هذا المقام العظيم. اللهم بأخبار هذا الحبيب المحبوب وما حصل له من الكرامة في عوالم شهادة وغيوب، تعرضت همة المتكلم إلى نشر محاسن خلق هذا السيد وأخلاقه ليعرف السامع ما أكرمه الله به من الوصف الحسن والخلق الجميل الذي خصصته به عناية خلاقه. فليقابل السامع ما أمليه عليه من شريف الأخلاق بأذن واعية، فإنه سوف يجمعه من أوصاف الحبيب على الرتبة العالية، فليس يشابه هذا السيد بخلقه وأخلاقه بشر، ولا يقف أحد من أسرار حكمة الله في خلقه وخلقه على عين ولا أثر. فإن العناية الأزلية تبعد على أخلاق سنية وأقامته في صورة حسنة بدرية، فلقد كان صلى الله عليه وسلم مربوع القامة أبيض اللون مشربا بحمرة واسع الجبين حسنه شعره بين الجمعة
جمت والوفرة وله الاعتدال الكامل في مفاصله وأطرافه والاستقامة الكاملة في محاسنه وأوصافه. لم يأت بشر على مثل خلقه في محاسن نظره وسمعه ونطقه، قد خلقه الله على أجمل صورة فيها جميع المحاسن محصورة وعليها مقصورة. إذا تكلم نثر من المعارف والعلوم نفائس الدرر، ولقد أوتي من جوامع الكلم ما عجز عن الإتيان بمثله مساطع البلغاء من البشر. تتنزع العيون في حدائق محاسن جماله، فلا تجد مخلوقا في الوجود على مثاله. سيد ضحكه التبسم والمشط الحبوين ونومه الغفاء، ما سوى خلقه النسيم ولا غير، محياه الروضة الغناء. رحمة كله وحزم وعظم ووقار وعصمة وحياء، معجز القول وعالي كريم الخلق والخلق مقسط معطاء. وإذا مشى فقد أنما ينحط من صبر، فيفوت سريع المشي مشي من غير خبر، فهو الكنز المطلسم الذي لا يأتي على فتح باب أو صبه مفتاح، والبدر التم الذي يأخذ الألباب إذا تخيلته وأوسناه لآلا. حبيب يغار البدر به من حسن وجهه، تحيرت الأحباب في وصف معناه. فماذا يعرب القول عن وصف يعجز الواصفين، أو يدرك الفهم معنى ذات جلت أن يكون لها في وصفها مشارك أو قرين. كملت محاسنه فلو أهدى السنة للبدر عند تمامه لم يكشف، وعلى تفنن واسفيه بوصفه يفنى الثمن وفيه ما لم يوصف. فما أجل قدره العظيم وأوسى فضله العميم. بارك عليه وعلى آله. ولقد اكتشف صلى الله عليه وسلم محاسن الأخلاق فيما تغيب عن كتابته بطول الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أسأل الناس خلق وخلق وأورم إلى مكر الأخلاق سبقا، ووزعهم بالمؤمنين حلما ورفقا. بر الرؤوف لا يقرب عنه إلا معروفا، له الخلق سلفظ المختلي على المعنى الكذب. إذا دعا المسكين وجاب إجابة معجلة، وولد الشفيق رحيم اليتيم والأرملة. وله معزلة أخلاق نيبة قوية التي ترتعد منها فرائص الأقوياء إلى البرية. ومن نشر طبيعة عطرت الطرق والمنازل، وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. فهو صلى الله عليه وسلم جميع صفات الكمالية، والمفرد في خلقه وخلق بشر خصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو مطلقا أزين الوجود. أجمل في وصف الحبيب وشأنه، وللعرى في مجد ومكانه. أوصاف عز قد تعالى مجدها، أخذت على نجم السها بعنانه. وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم، وحكاية ما أكرم الله بهذا العبد المكرم من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن من نفسك عنة الأقلام في هذا المقام، وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك أسم ختمك ما يحسن التقديم، فعلي أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا.
صل على محمد. وكاك باب طيبة مدينة مدينة طاب الترال برسول محمد سلامنا يا رسول الله إني أحبك فاقبلنا يا جيرة العالمين يا أهل
وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بالأولين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بالآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بالليل على إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما ندم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية عبودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي به مشكورا وفي قلبي محمودا وأن يكتب عملي بالأعمال المقبولة وتوجهي بالتوجهات الخالصة والصلاة الموصولة. اللهم يا من إليه ترجع الأمان ودعوت ضافرا وعلى باب عزته تحد الرحال وتعشى منه البيوضات الغامرة نتوجه إليه بأسرف الوسائل لدي سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيد سرك وعامل راية دعوتك الشاملة الحق الأكبر المحبوب لدى المؤسس بالشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومطهر واسم ذاتك في عبادك وساكي كوشي إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الزغلين العبد المحبوب الخالص المسوج منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعلى اقتراب من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاد النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم. فانقل حياتنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وان تحفظنا في جميع ادوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسن هدايتك وان تبلغنا من شر القرب اليك والى هذا الحبيب ويدا مالنا فتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا واعمالنا وتجعلنا في هدرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق الدماء من السالكين ولحقك وحقك من المعدين ولهدك من الحافدين. اللهم إن لنا أطماعا برحمتك الخاصة فلا تهرمنا وادنو لنا إلى دنيا وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسلك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين. أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل المؤمن بما أمل وأن تجعلنا ممن نذر هذا الحبيب ولا زرع وولاه وظاهرا. اللهم ببركته وشريف استهدفه أولادنا ووالدينا وعلى كتلنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات بعد راية الدين المقيم جميع الأبطال منشورا فما علم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورا مانا وسورا. وانصب اللهم غربة المكروبين وانتدين المتينين وعفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمة على عبادك المؤمنين أجمعين وانفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواهي والأقدار وأيد بتأييد من إنك نصر على المعاندين من المنافقين والكفار
واجعلنا يا ربي بالاسم الحسين من جميع البلايا وبالإرث المكين من الذنوب والخطايا وادمنا بالعمل بطاعتنا والصدق في حكمتك قائمين وإذا توفيتنا وتوفنا مسلمين مؤمنين واتم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا للحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الفاتحة. Thank you.